مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبقنا. ان شاء الله هنكون معاكم من واحده لاثنين. طبعا مستنيين تليفوناتكم واستفساراتكم على ارقام التليفون اللي ظهر قدامكم على الشاشه. كلمونا طول الحلقه واسالونا على اي حاجه حابين ان احنا نجاوب عليها. النهارده هنعمل وصفه حلوه جدا بالبطاطس المهروسه والمسلوقه. والنهارده بصراحه عاملين كذا وصفه بالبطاطس اللي احنا سلقينها وهرسينها. عاملين وصفتين مختلفين تقدروا ان انتوا تعملوهم وتشكلوا شويه او تنوعوا عن المكرونات والرز والحاجات اللي احنا بنعملها. فالنهارده يعني عاملين وصفتين الاثنين مختلفين خالص والاثنين احلى من بعض بالبطاطس المسلوقه والمهروسه. تعالوا اول وصفه عندي. عندي بطاطس بيوري بالفراخ. محتاجه بطاطس مهروسه صدور فراخ وعندي صفار بيض او بضايه يعني كامله. انا بصراحه حطيت البضايه بعد كده كامله. وعندي زبده وملح وفلفل وبصل ومشروم وفلفل الوان وشبت ومعلقتين من الدقيق وكوبايتين من اللبن. هقول تاني المقادير. محتاجه عندي بطاطس مهروسه وعندي كمان صدور فراخ وعندي بضايه وزبده حوالي ربع كوبايه او معلقتين كبار وملح وفلفل وبصل ومشروم وفلفل الوان وشبت ومعلقتين دقيق وكوبايتين من اللبن. تعالوا كده ايه واحده واحده هنبدا ان احنا نشتغل مع بعض. اول حاجه كده ايه هكون مسخنه الطاسه او الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها عشان ابدا ان انا اشوح الفراخ عندي وتبقى كده متشوحه تشويحه حلوه وما تنزلش ميتها. فهسخن الطاسة او الصينية او الحلة اللي احنا هنشتغل فيها عشان نبدأ ان احنا نشوح الفراخ مع بعض. هنبدأ كده نجيب الفراخ وهجيب قطعة من الزبدة. انا الزبدة هستخدمها في كذا حاجة. هستخدمها اعمل بيها الكريمة وهستخدمها بتحمير الفراخ وهاخد برضو جزء منها على البطاطس. فهاخد كده الشكل ده الزبدة كده اسيحها شوية خليها تسيح. عايزه الطاسه تسخن شويه فهديها مساحتها كده في ان هي تسخن. والبطاطس هنا زي ما انتم شايفين كده ان انا سلقاها وهرساها بالشكل ده وهبدا ان انا احط عليها الحاجات اللي تخليها لي طريه. انا عايزه البطاطس تبقى طريه خالص. فانا ممكن مثلا اجيب الحله دي وهبدا ان انا احط على النار حوالي نص كوبايه من اللبن اهو كده واحط عليهم مكعبين كده حلوين من الزبده. هسيبهم على النار تمام وهبدا احط عليهم فلفل اسود شويه فلفل اسود كده وشويه ملح او ممكن تحطوا مكعب مرقه زي ما انتوا عايزين. ممكن تحطوا مكعب مرقه خضار كده عليها تخلوها يعني تسيح مع اللبن والزبده. وممكن تحطوا ملح وفلفل اسود. ممكن تحطوا شويه جوزة الطيب. بقول لكم على الحاجات اللي ممكن تحطوها وهتبقى طعمها حلو جدا معاها. هخلي اللبن والزبده والكلام ده كله يسيح مع بعض ويسخن مع بعض وبعدين هبدا ان انا احط عليه البطاطس عشان عايزه اطري البطاطس خالص. هحط بقى الزبده كده بالشكل اللي انتم شايفينه اهو. صباح الفل. وابدا ايه احط قطع الفراخ. انا عايزه اقطعها كده ايه قطع صغيره خالص بالشكل ده اهو وابدا اديها ايه تشويحه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. عايزه ادي الفراخ تشويحه كده في الزبده. حابين نقطه زيت مع الزبده تقدروا تعملوا كده. انا هبدا ان انا اوزع كده الفراخ في الصينية بالشكل ده كده لحد ما تتشوح وتدي معايا لون حلو وذهبي ولطيف جدا. هرش عليها رشة فلفل اسود وملح اهو وهبدأ اسيبها كده. مش هفضل اقلب فيها كتير لحد ما تبقى تمام معايا. بصوا الزبدة بقى هنا واللبن ساحوا مع بعض وابتدوا يبقوا سخنين. اللبن ابتدى يغلي. هبدا ان انا اجيب عندي البطاطس. يوسع بس الجزء ده كده. هبدا اجيب البطاطس كده واحط بطاطس على اللبن والزبده دول. رويده صباح الفل. صباح
صباح النور. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير كله دايما تمام. يا رب. بحب حضرتك جدا الله قوي. يخليكي، تسلمي لي يا حبيبه قلبي، والله تسلمي لي. كل حاجات حضرتك تحفه بجد حقيقي، تسلمي. وانا بتعلم منك كل حاجه. تسلمي يا حبيبه قلبي، والله تسلمي لي. بعمل وراكي كل حاجه بجد خطوه بخطوه، وحاجات حضرتك عمرها ما طلعت مره تسلم. كده حاجه وحشه ولا كده، كلها جميله تسلم بجد. ايدك، تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم ايدك. شكرا تسلمي ليكي على لي. الحاجات الجميله دي. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي والله. شكرا ليكي يا حبيبتي، صباحك زي الفل اهو. بصوا انا ببدا ايه، اهرس كده بالشكل ده لحد ما نعم البطاطس كلها مع اللبن والزبده والكلام ده كله اهو. كل الكلام ده كده ايه، اقوم مقلباه مع بعض كويس جدا لحد ما كله ينعم معايا بالشكل ده. انا عايزاه ليه ناعم؟ عشان انا هشتغل بكيس حلواني هشكل البطاطس البيوري اهو كده بالشكل ده كله كده، مخليش فيه اي حاجه مكلكعه او مهرساها كده. بصوا عايزاها ناعمه خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. لو احتاجت شويه من اللبن ممكن برضو زود. تعالوا نقلب كده الفراخ واحنا معديين اهو. مهاني صباح الفل. الفل والجمال. صباح الجمال يا حبيبه قلبي. حبيبه قلبي تسلميلي. سمعت الشياكه والاناقه كلها. الله يخليكي، تسلمي حبيبتي الجميله. الله يخليكي. وحشينا من يوم الخميس لغايه دلوقتي. حبيبتي حبيبتي والله. والف سلامه على الجميل. الله يخليكي، تسلمي. تسلمي يا حبيبه قلبي يا رب. حبيبتي الف سلامه عليكي. الله يخليكي، تسلمي. ان شاء الله يبقى زي الفل. لا والله زي الفل، عدت الحمد لله. تسلميلي. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يخليكي. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلميلي. حبيبه قلبي بحبك جدا جدا جدا. الله يخليكي، تسلمي لي. تسلمي لي حبيبه قلبي، وشكرا لسؤالك. صباحك زي الفل. حبايبنا الحلوين اللي الله يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. نهارك زي الفل يا حبيبتي. نهارك جميل، تسلمي يا ام هاني. شكرا يا حبيبتي. بصوا هنبدا بقى نقلب البطاطس اهو بالشكل ده، وهبدا ان انا ارجعها البوله تاني عشان عايزه احط فيها البضايه. بس البضايه مش عايزه احطها على النار، انا عايزه احط البضايه على البطاطس وهي بره النار. بصوا خلاص بقت طريه خالص ازاي. حطيت الملح والفلفل، وممكن زي ما قلت لكم تحطوا مكعب المرقه زي ما انتوا حابين اهو. بصوا نقلب كده بالشكل ده. صافي صباح الفل. ازيك يا شيخ؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. دايما يا رب حبيبه قلبي. الله يخليكي، تسلمي لي. عامله ايه؟ وتسلمي ايديكي على الوصفات الجميله. الله يخليكي، تسلمي. ما شاء الله. تسلمي يا حبيبه قلبي، كله زي الفل. الله يخليكي. الله يخليكي ما شاء الله حبيبتي والله. تسلمي والله يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. انا عملت تطبيقات كتيره وبعتها لحضرتك. هشوفها، هفتح اشوفها كلها والله. تسلمي ايدك. كانت البوست بتاع الكيكه بتاعت الفويل. حاضر هفتح ابص عليها، ما شفتهاش فعلا بقالي يومين. ما الفويل بالليل الساعه 12 بالليل، ايه رايك؟ طلعت ايه؟ جميله روعه طبعا. عشان ايه تقعد براحتها للصبح نفطر بيها كده. ايوه فطرنا بيها بجد. تسلم ايدك. الف هنا. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد صافي، مفيش حاجه والله العظيم بعملها غير لما بتطبقها بجد. يعني والله، والله بجد بتبسطيني جدا بالتطبيقات الحلوه. وبتطلع النتائج ناجحه ومظبوطه، وفي امانه الله في المقادير. تسلمي. وكل تكه وكل همسه يعني ما بتفوتيش حاجه. تسلمي. الله يخليك. الله يخليك. ربنا يبارك لك ويسلم وقفتك يا حبيبتي. رب وربنا يحسن ما بين ايديك يا رب حبيبتي. وصباحك جميل. صباحك زي الفل. وتعملي الحلو كله يا رب. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. شكرا يا حبيبتي. بصوا بقى هنجيب كيس حلواني كده واحط فيه البطاطس اهو اهو كده. بطاطس بصوا بقت طريه وحلوه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. نجهز كده ايه، بس نجهزها كده ونسيبها على جنب ونبدا بقى. تعالوا ايه نبص على الفراخ اهو. فراخ بالشكل ده كده هبدا ان انا اديها تشويحه. هبدا بقى ايه اشوح معاها البصلايه، بصلايه كده المفرومه اشوح كده بالشكل ده. احط معاها الفلفل الالوان
بص انا مقطعه كله صغير كده مفروم خالص بالشكل ده، ونبدا بقى ايه كل الكلام ده نقلبه كده مع بعض، واحط عندي شويه مشروم برضو فرماهم، شويه مشروم فريش كده. طبعا حطوا اللي انتوا عايزينه، ممكن تبشروا جزر، ممكن تشيلوا المشروم وتحطوا مكانه اي حاجه تانية، ممكن تخلوها فراخ بالفلفل كده والبصل وخلاص، وتتبلوا باي بهارات انتوا حابينها، اللي انتوا عايزينه او اللي موجود عندكم. بمعنى اصح انا بشوف ايه اللي موجود عندي في البيت وببدا ان انا يعني اشيل حاجات واحط حاجات واحط ده مكان ده، يعني بتعامل عادي خالص براحتي تماما. هبدا ان انا احط شويه الشبت، شبت بيدي طعم حلو جدا مميز. صباح الفل. وبصوا بقى عايزه الحته دي تفضى كده عشان ابدا ان انا ايه اعمل الصوص بتاعي. هحط مكعبين الزبده. حاولي طب تكلمينا تاني يا مومي. وهحط شويه زيت كده معاهم عشان هعمل صوص زي البشاميل كده، صوص ابيض. هنبدا ان احنا نعمله مع بعض. تعالوا كده نرجع الحاجات اللي احنا مش محتاجينها ورا. عندي حوالي معلقتين دقيق، هقوم كده ايه مدوبه شويه الدهون دول ونازله بمعلقتين الدقيق عليهم كده بالشكل ده، وهبدا اقلب الدقيق مع الزبده والزيت بالشكل ده. تمام اهو، شوحهم كده كويس وابدا احط عليهم شويه اللبن، ولو عايزين برضو مكعب مرقه وشويه ميه تمام، حابين تكملوا كله بلبن تمام، حابين تكملوا كله بميه تمام، اللي انتوا عايزينه شوربه زي ما تحبوا. هبدا كده ايه اقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض، وهملح، هملح كل بقى المقدار بتاعي. وخدوا بالكم طبعا لو حاطين مكعب مرق يبقى خدوا بالكم من الملح. ملك صباح الفل. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت اللي عامله ايه؟ كله زي الفل والله، كله جميل. الجمال والحلاوه دي. الله يخليكي، تسلميني. تسلمي يا حبيبتي. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، تسلميني والله. انا ممكن اعرف طريقه الكيكه اللي كانت في ورق الفويل؟ حاضر، عينيا. انا عايزه الصاج المدور. حاضر حاضر يا حبيبتي، مع الف سلامه. ماشي، شكرا يا حبيبتي. هقول لك الكيك بتاع الفويل اللي عملناه ازاي. عينيا، صباحك زي الفل، شكرا جدا. بصوا بقى انا هسيب ده يغلي شويه كده غلوه كده ولا حاجه، وهبدا بقى اجيب الصاج اللي انا هشتغل فيه. عايزه اللي زي ده المدور، وهبدا اجيب الصاج اللي انا هشتغل فيه، وعشان نبدا ان احنا نشكل. ليه البطاطس عندي عايزاها طريه؟ عشان اعرف ان انا اشكلها التشكيل اللي انا عايزاه بالشكل ده. تمام. طيب تعالوا بقى ايه نبدا كده. هجيب بقى خلاص الفراخ اللي احنا عملناها بالكريمه دي، هبدا ان انا احطها في الصينيه تحت اهو بالشكل ده. بصوا انا مش عايزه الصوص يبقى تقيل قوي، لان هي كمان لسه هتدخل الفرن فالصوص هيتقل اكتر، فعايزه وانا بحطها يبقى الصوص مش تقيل للدرجه اللي هو كاني يعني دقيق قوي كده، فيعني خلينا يبقى وسط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو كده. وابدا بقى ايه هجيب الكيس الحلواني والبطاطس، وداير ما يدور هخلص البطاطس بالشكل ده اهو. اهم حاجه تنعموا البطاطس عشان تظبط معاكم، حلوه قوي بقى كمان في العزومات والكلام ده، بتبقى خطيره. هشتغل داير ما يدور لحد ما اغطي كل الصينيه بالشكل ده. يبقى احنا عملنا ايه؟ اول حاجه جبت الفراخ شوحتها على النار بزبده وزيت، وبعد كده نزلت عليها بالبصل والفلفل الالوان
الشبت، كل الحاجات اللي احنا عندي بشوحها معاها، حطيتها المشروم كله تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين شوحتهم كلهم مع بعض، وبعدين نزلت عليهم بمعلقتين من الزبدة تاني، وشوحت فيهم معلقتين من الدقيق، وبعد كده ابتديت احط على الزبدة والدقيق كوباية لبن، وممكن مكعب مرقة، ممكن تكملوا بشوية مرقة موجودين عندكوا على حسب ما انتوا حابين، او تحطوا لبن بس زي ما انا عملت، وملح وفلفل، ممكن تحطوا شوية جوزة الطيب. انا ما زودتش بصراحة بهارات قوي، لان انا حاطة كذا حاجة حابة ان الطعم يبقى فيها باقي اهو بالشكل ده. وابتديت ان انا اعمل البطاطس، اطريها وحطيتها في كيس حلواني عشان ابدأ ان انا اغطي كل الكريمة بتاعت الفراخ بالشكل ده. صينية بطاطس بيوريه بس معمولة بطريقة مختلفة شوية. كل ما طبعا هخلص الشوية اللي عندي في الكيس، هقوم حاطة شوية من البطاطس تاني لحد ما اغطي كل الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه دي. ده حلوة جدا، وفي العزايم بقى يعني مختلفة وخطيرة. تعالوا نملأ الكيس تاني، هنفضل كده نكمل الصينية بتاعتنا لحد ما نخلص كل الكمية اللي عندنا. رشا صباح الفل. صباح الجمال حبيبتي. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل. الله يخليكي حبيبتي. عاملة ايه حبيبتي؟ كله زي الفل والله يا حبيبتي. الحمد لله. انا الاول بس عايزة اقول الف سلامة على الامر الصغير. حبيبتي ربنا يخليك. انا شفتها امبارح والله فعلا، يعني ربنا يبارك لك فيه يا رب. الله يخليك. الله يخليك حبيبتي. تسلميلي حبيبتي. طمنين عليه، ده اهم حاجة. الحمد لله والله، عملية بسيطة كده الحمد لله تمت على خير. الله يخليك. سلامة حبيبتي والله. تسلميلي. يعني شوفي انا عايزة اقول بس كلمة في حق حضرتك والله، ان يعني كنت تعبان وجيتي وقفتي. الله يخليك. الله يخليك. تسلميلي. تسلميلي حبيبتي. الله يخليكي حبيبتي. وتشوفيه كده ان شاء الله يجري قدامك ويبقى زي الفل يا رب حبيبه قلبي حبيبتي. ونشوف يعني الله يخليك حبيبتي. نشوف اولادنا كلهم في احسن صحه وحال يا رب. امين يا رب. بصي انت فرض مننا فعلا لما الله كده والله. انا لو اعرف تليفون حضرتك ولا حاجه كنت اتصلت والله. تسلمي لي يا حبيبتي، واصل والله كل حاجه واصله. الله يخليك. تسلمي. يبارك فيكم. انا بعت لك بس ما اعرفش بتعرفيني ان انا ولا لا يعني. لا انا عارفه طبعا ان انت بتبعتي لي على البيج على طول، بس يعني ما شفتش اليومين اللي فاتوا يعني، معلش ما كنتش عارفه ابص. لا لا انا لكن لا عارفاكي طبعا. انا روشة يعني. ايوه عارفه طبعا، عارفه وبشوفك دايما وبرد عليكي، ردت عليكي اكتر من مره. شكرا يا حبيبتي، صباحك زي الفل. ميرسي ليكو، ميرسي جدا بجد على سؤالكم، وميرسي على الناس اللي بعتت لي كتير قوي على البيج تطمن. شكرا ليكو والله. اهو هنفضل نكمل كده اهو. ام يوسف صباح الفل. صباح الفل دي فاطمه. اخبارك ايه يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كل حلو. الله يسلمك. الله يسلمك يا حبيبه قلبي. الله يسلمك يا حبيبه قلبي. الحمد لله. ماله الف سلامه. ايه ولا اي حاجه والله، عمليه بسيطه كده الحمد لله، خلصناها وزي الفل الحمد لله. نحمد ربنا. يا رب حبيبه قلبي. تسلمي. الله يخليك. الله يخليك حبيبتي. تسلمي. الله يخليك يا حبيبه قلبي والله. شكرا ليكوا. شكرا ليكوا. شكرا لذوقكوا ودعمكوا ده اللي على طول يعني ما تحرمش منكوا بجد. شكرا يا حبيبتي، صباحكوا زي الفل. بصوا بقى انا يعني في الفاصل هستغل الفاصل كده، هقعد اكمل الصينيه بالشكل ده، داير ما يدور كده لحد ما اخلص كل الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه، حتى ما ترجعوا لي كده ونبدا ندخلها مع بعض الفرن. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكون خلصنا الصينيه بتاعتنا. استنوا.